بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استكمال للمحاضرة السابقة، الكلام عن الـ effective length إذا كان العمود جزء من فريم. مثال هنا مطلوب حساب الـ effective length and design strength العمود W 10 في 60 اللي هو جزء من الفريم الظاهر الـ FY 50. نوع الفريم انبرست، هنا دلالة على التيبل الالايمنت شات اللي استخدمه الخاص بالانبرست. اعطينا قيمة البي التيمت، احتاجها تدقيق البيهيفير الاستيك اور ان الاستيك حساب التاو وتأثير قيمة الكي. ذاكر بأن الكولومز ار اورينتد such that major axis bending occur in the plane of the frame، بمعنى بأنه الاتجاه اللي لازم أصححه هو الإكس عكس الواي اللي هو قايل لي بأنه breast continuously along the length، بمعنى بأنه الإسناد باتجاه الواي مستمر كان يكون جدار مبني على جانبي العمود، وبالتالي إذا الإسناد مستمر قيمة الـ LY راح تكون صفر، ماكو طول فعال باتجاه الواي. ذاكر بأن نفس العمود المقطع ممتد لبقية الستوري. نلاحظ هنا A B، نلاحظ نقطة B هي عبارة عن هنج مع الكراون، وبالتالي قيمة الجي اللي هي راح تكون معرفة، ما احتاج احسبها، قيمتها تكون صفر. احسب قيمة الجي للاي واروح للالايمنت شات احسب قيمة الكي وبعدين اصححها حسب البيهيفير واحسب قيمة الكي، وبعدين اروح للتيبلز اللي هي 4 1 او 24 واحسب قيمة الديزاين سترينث. فابتداء هنا نلاحظ نوع الفريم انبرست، وبالتالي يعني بريست بمعنى شنو، اكو امكانية يصير سايد سوي. الـ L Y يساوي صفر لان الاسناد باتجاه الـ Y مستمر، وبالتالي قيمة الـ K Y ما راح تكون لها اي معنى، ما راح احسب قيمة K Y. الـ L X 15 ظهر بالرسم، F Y معرفة 50، قيمة الـ K X كنا هي المؤثرة واللي تعتمد على الباوندر كونديشن، لازم أصحح. خطوة أولى من المانوال أحسب البروبرتيز أو جيومتري بروبرتيز من المانوال للسكشن الخاص بالعمود وبقية المقاطع المرتبطة به اللي راح أحتاجها بحسابات. راح أحسب الـ relatively rigid factor، نقطة البداية ونقطة النهاية للعمود، من الصيغة الرياضية اللي يسموها stiffness للأعمدة المرتبطة بنقطة A على سموشن stiffness للبيمز المرتبطة بنقطة A، قلنا الإيعان المشترك تختزل فراح تكون قيمة الـ GA 0.609 بينما البن هنا 10 عفوا ذكرت 0، 10 راح تكون كون الإسناد بن مع الكراوند راح تكون 10. اروح للالايمنت شات تحدد قيمة الـ KX راح تكون 1.8. هسه الخطوة اللي لازم ادقق بها الـ behavior elastic او inelastic، واروح الجدول 4 21 على مود احسب قيمة التاو اذا كان التصرف inelastic، فراح احسب slenderness KL على الار للاكس اقارنها مع الكرايتيريا 4.71 تحت الجذر اي على الاف واي، طلعت اقل منها اذا التصرف شبيه ان الاستيك، وبالتالي لازم احسب قيمة التاو. التاو تعتمد عليه من قيمتها بجدول 4.21 على قيمة البي التيمت على الاريا كروس. بي التيمت انت بالمسألة مطيني بانه يتعرض ل 450، بينما الاريا كروس من المانوال ممكن أن أحصلها لأن المقطع بالنسبة لي معرف.
وبالتالي آخذ القيم الظاهرة مع الأف واي 50 للجدول، أحسب قيمة التاو، طبعا قيمة مفقودة بين قيمتين أحسبها بالإنتربوليشن، أروح أصحح قيمة الجي أي، الجي بي هي معرفة ابتداء ما راح لأنه البن ما تعرض للتصحيح، أروح أرجع للألايمنت شارت أحسب قيمة الكي إكس المؤثرة. بعدين صارت مسألتي مسألة طبيعية، لازم أحسب المطلب الثاني ديزاين سترينث جدول 4-1 يعتمد على قيمة كي ال، لازم أطلع القيمة المكافئة لأن مبني على حساب الواي، قسم على ار اكس ار واي 15.37، ذكرت بأن قيمة كي ال واي ما لها معنى، راح تكون لأن السناد في اتجاه الواي مستمر، وبالتالي القيمة المؤثرة تكون 15.37. روح للمانوال أحصل قيمة البي ألتيميت، نفس الكلام قيمة مفقودة بين قيمتين معلومات، أحسب قيمة البي نومينال الفاي، طبعا البي يوفرها المقطع، أقارنها مع البي ألتيميت راح تكون أقل 545، أقل من عفوا البي التيمت أقل من 545، لأن البي التيمت الحمل المسلط 450، وبالتالي المقطع راح يكون يلبي متطلبات التصميم. أحسب قيمة كي ال على ار أقل من 200. أوكي، فيما يخص اللوكال بوكلينج ما عندي أي إشارة بأن المقطع دبليو 10/60 هو مقطع سلندر، وبالتالي ما راح يتعرض لللوكال بوكلينج. عندي مثال آخر، هنا المثال راح يختلف عن المثالين السابقين بحكم مطلب المثال هو ديزاين، ما عندي مقطع معرف، أنا طالب من عندي أن أصمم المقطع، والعمود هو جزء من الفريم، شلون راح أتعامل مع المسألة؟ طبعا هنا راح نتعامل مع المسألة أعتمد على قيمة الـ كي واي كقيمة مؤثرة بالتصميم، وأصمم وأختار مقطع، وبعدين أرجع للمقطع اللي أختاره ورا ما أعرف المقطع اللي اختاريته، راح يكون بالنسبة لي معرف الاستفنس الأريا إلى آخره، أرجع أحسب قيمة الكي إل على الأر سلندرنس، وأصحح قيمة الكي إكس، لأن قيمة الكي إكس اللي هي لازم تصحح. لاحظ مسألتي، إن الكلام هو مختصر فكرة المسألة، أجي هسه بالتفصيل أتكلم عن المسألة. ديزاين كولوم أي بي، هذا الأي بي ظاهر بالمسألة، of the frame shown for design load الحمل المسلط 500، طبعا 500 بالأي بي. Assume that the column is oriented in such a way that the major axis bending occur in the plane of the frame. نفس الكلام، المحور المؤثر اللي لازم يصحح هو الـ X. Assume that the column are braced at each story level for out of a plane. Out of a plane هنا معناه باتجاه الواي، يقول بأنه المقطع مسند، وبالتالي الكلام يبقى نفس الكلام القديم بأن قيمة الـ X هي المؤثرة. Assume that the same column section is used for the stories above the and below. يعني امتداد نفس العمود راح مستمر في الفريم. لاحظ هنا فيما يخص الفريم انبرست، اذا عندي اشارة على الالايمنت شات اللي استخدمه، الكي واي 1 ال اكس ال واي 12 اف واي 50 بالتمت 500، نفس الكلام هنا كي اكس اللي تعتمد على الباوندري كونديشن الاتجاه المؤثر هي راح تكون المفروض تتعرض للتصحيح. ما انه كلام ديزاين وما عندي فكرة عن السكشن، وبالتالي قيمة كي اكس ما راح اصححها ابتداء، اروح للكي ال واي افرض هي المؤثرة كونها المحور الضعيف،
12 طبعا اختارت كي واي لأنه محور ضعيف، إذا عندي إشارة الأكس هو الأضعف أستخدمه، وبعدين أختار مقطع صح. بس هنا الواي هو الضعيف وما عندي فكرة عن المقطع، بالتالي ما أقدر أصحح الكي إكس، فأبدي من كي واي 12، أبدي مسألتي مثل أي مسألة كي إل 12، البي ألتيميت 500، أختار أخف مقطع يتحمل 500 أو أعليه، وبالتالي راح يكون مقطع 12 في 53 اللي أختاره. ورا ما أصبح المقطع معرف بالنسبة لي، أروح أسعى أن أدقق يعني كفاءة المقطع ورا ما أحسب قيمة الـ KX، لأن ما أدري هسه الـ stiffness KL باتجاه الواي هو المؤثر، لو باتجاه الإكس أنا يعني بديت باتجاه الواي، لازم أحسب الـ KL على الـ R للإكس وأشوفه احتمال هو المؤثر، إذا المؤثر حسابات تنعاد، وإذا يبقى غير مؤثر بمعنى الـ KL على الـ R للواي هو الأكبر، هو الحاكم بالتصميم، تبقى مسألتي تستمر وحل صحيح واختيار مقطع صحيح. فأجي هنا ورا ما حددت المقطع نقطة البداية والنهاية أحسب لهن الـ relative rigidity factor وأعدل قيمة الـ Kx، حصلتها 1.3، بعدين تصحيح الـ behavior elastic أو inelastic، نفس الكلام طلع inelastic، أخذ الـ ultimate على الـ area مع الـ fy للمانوال وأصحح قيمة الـ Kx. ورا ما أعدل قيمة الـ JA والـ JB طلعت 1.2، أطلع القيمة المكافئة للـ X طلعت شقد 6.83 اللي هي أقل منين من KLY واللي كانت 12. إذن 12 هي الحاكمة رغم هاي الحسابات وحساب قيمة الـ KLX، KLX المكافئة بقت 6.83، لاحظنا KLY فقط القيمة المؤثرة، وبالتالي مسألة حلها اللي هنا ينتهي حل صحيح. بينما إذا كان العكس KLX أعلى من KLY، أخذ القيمة الجديدة المؤثرة وأعيد اختيار المقطع. KL على الـ R أصغر من 200، إذن أوكي ما عندي إشارة بين وجود أو حدوث أو احتمال حدوث local buckling للمقطع، الماكو إشارة بالمانوال، إذا الماكو لوكال بوكلينج. عندنا هنا موضوع ببساطة، الموضوع يتكلم عن design of synchronously symmetric cross section، إذا المقطع متناظر حول محور واحد، عندنا نوع من البوكلينج اللي راح يطرأ واللي نسميه flexural torsional buckling. نلاحظ في مقاطع ممكن تتعرض لهذا النوع من البوكلينج. طبعا ببساطة راح نصنف أنواع البوكلينج إلى 3 أنواع. النوع اللي هو فلكتورال بوكلينج واللي كل كلامنا لهاي اللحظة به، اللي البوكلينج اللي يصير حول المحور الأضعف بتأثير البيندينج. عندي نوع ثاني اللي هو التورشنال باكلينج، ببساطة التورشنال باكلينج هو الالتواء اللي يصير بالمقطع، عبارة عن تشوه زاوي، التواء يصير بالمقطع. عندي النوع الثالث اللي هو فلكشرال تورشنال باكلينج، اللي راح يكون مزيج من الفلكشرال باكلينج والتورشنال باكلينج. طبعا هذا الكلام بالصور هنا يكون أوضح. فلاحظ النوع الأول الفلكشرال تورشنال راح يكون عبارة عن بوكلينج، اللي هو طبعا البوكلينج عبارة عن انحناء مفاجئ، نتذكر البوكلينج انحناء مفاجئ يعني مو يصير بالتدريج. النوع الثاني اللي قلنا التورشنال عبارة عن التواء زاوي، تشوه زاوي. النوع الثالث راح يكون مزيج من النوع الأول والنوع الثاني، اللي أيضا اكو ديفليكشن جانبي يصير ويصير التواء زاوي.
النوع الثالث شو نسميه؟ flexural torsional buckling اللي هو موضوعي. شلون احس به؟ طبعا الكلام هنا flexural torsional buckling هو مود فيلر، نمط فشل، وبالتالي على مود احسب مقاومة المقطع لازم احسب المقاومة اللي ممكن تسبب هذا النمط، وطبعا اذا اكو نمط اخر ايضا احسب المقاومة الخاصة به واختار النمط الحاكم بالتصميم او بالتصرف. مثل ما تكلمنا بانه احنا نمط الفشل هو الحاكم بالنسبة انه ممكن مقطع او عمود يتعرض لأكثر من نمط من الفشل، لازم احسب مقاومته كل نفط واحدد او اقرر النمط المؤثر. لازم اعرف نوع المقاطع اللي تتعرض لهذا النمط. نلاحظ هنا عندنا نقطتين، اذا كان المقطع دبل سيمتري مثل الاي سكشن دبليو راح يكون محكوم بالفلكتشرال باكلينج واللي هو كلامنا السابق عنه، اذا كان مقطع شنو دبل سيمتري. اذا كان مقطع سنكل سيمتري متناظر حول محور واحد مثل التي سكشن عن دبل انجل او التي اللي هالف دبليو سكشن، فنمط الفشل هنا راح يكون flexural torsional buckling. إذن flexural torsional buckling راح يرتبط بمن؟ بالsingly symmetric، يعني المقطع ممكن يكون T section أو مقطع زاوي أو channel إلى آخره. نلاحظ هنا طبعا المقطع إذا أصبح single سيمتري راح يتعرض الى فلكسرال تورشنال، بس يبقى ايضا معرض لمن؟ الفلكسرال باكلينج. وبالتالي شنو فرق الدبليو سكشن عن الهالف دبليو او التي سكشن؟ بالدبليو بما انه دبل سيمتري اذا يتعرض فقط الى فلكسرال باكلينج نقطة رصد، بينما اذا اصبح متناظر حول محور واحد راح يتعرض للفلكسرال باكلينج ويتعرض للفلكتشرال تورشنال باكلينج احتمالين يكون. الملاحظة المهمة اللي لازم تبقى ببالي في حالة السنجل سيمتري فيما يخص الفلكتشرال باكلينج راح يكون حول يا محور حول محور الاكس اللي هو محور البعيد عن التناظر، بينما الفلكتشرال تورشنال راح يكون الباكلينج حول محور واي فيما يخص الباكلينج والزيت فيما يخص التورشن. بينما في الحالة السابقة اللي هو دبل سيمتري تكلمنا عنه الفلكشرال بوكلينج يصير حول يا محور حول المحور الأضعف، هنا المحور الأضعف راح يكون موجود برفقة التورشنال، بينما الفلكشرال راح يكون حول المحور البعيد عن السيمتري. باختصار المسألة مثل ما شرحناه. هسه شلون احسب مقدار السترينث اللي يجي من الفلكتشرال تورشنال باكلينج ورا ما عرفت بان هذا النوع من النمط يكون موجود برفقة الفلكتشرال باكلينج بها مقاطع اللي هي عبارة عن متناظرة اتجاه واحد او حول محور واحد؟ نلاحظ هنا السترينث الخاصة بالفلكسرال تورشن بوكلينج ممكن احسبها من الصيغة الرياضية الظاهرة هنا 5 في الاف كريتيكال في الاريا كروس، اذا فقط لازم احسب الكريتيكال اف كريتيكال هنا، اف كريتيكال راح احسبها من الصيغة الرياضية الظاهرة هنا اللي مرتبطة بالاف كريتيكال حول الواي اف كريتيكال حول الزيت على 2 اتش اللي هنا تيرم متعلق بالجيومتري راح اعرف شلون احسبه. نلاحظ هنا بقية terms أيضا F critical للواي F critical للزد F critical للواي critical stress for buckling about Y axis. الجي هنا شير modulus الخاصة بالستيل اللي معروفة بالنسبة لنا 11.200، الجي torsional constant واللي هذا أحس به من الاي اكس والاي واي بصيغه رياضيه معروفه، البولر راديوس او جايريشن ار نوت ايضا احس به راح اعرف شلون احس به.
Now for double angle, the constant R not will H موجودة بالmanual. بينما J double the value given for single value. راح تكون ضعف قيمة المقطع السنجل. لاحظ for T shape or J R given in table. قيمة الـ J هنا للـ T موجودة أيضا بالمانوال اللي هو 1.8 صفحة 48 بارت 1. بينما الـ R نوت والـ H راح نحسبهم. حساب الـ R نوت والـ H راح ترتبط بقيمة الـ X نوت والـ Y نوت. راح نلاحظ هنا الـ X نوت راح تكون تساوي صفر because of the shear center of the T located at the intersection of center line of the angle. والكلام هنا للـ T حالة خاصة. بينما الـ Y نوت راح تكون Y slash ناقص T فلانجي على 2. طبعا هنا الـ X نوت والـ Y نوت هي المسافات اللي خاصة بمن بالسنتر لاين الخاصة بالمقطع. وبالتالي الـ R نوت راح تكون X نوت سكوير زائد Y نوت سكوير زائد I X زائد I Y على الـ Area Cross. إذا مسألتي ورا ما أحسب الـ Properties الخاصة بالأبعاد أحدد هنا أروح أحسب الـ F Critical. F critical لأن مرتبطة بقيمة الـ H والـ H اللي شفناها ارتبطت بقيمة الـ R نوت والـ R نوت ارتبطت بقيمة الـ X نوت والـ Y نوت. أحسب الـ F critical اللي هي مرتبطة بالـ F critical Y والـ F critical Z. F critical Z راح أحسبها من صيغة واضحة. F critical Y منين أحسبها؟ أحسبها من المانوال أو من المعادلات السابقة اللي تكلمنا عنها. وبالتالي احسب الاف كريتيكال الحاكمه اللي هي من ضمن الفلكتشرال تورشنال بوكلينج. وبالتالي احسب الاف او البي نومينال. هذا الكلام راح يكون اوضح بالمثال الواضح هنا. مطلوب كمبيوت كومبرسيف سترينث المقطع دبليو تي. بما انه دبليو تي اذا متناظر حول محور واحد اذا اتوقع بفلكتشرال تورشنال حول الاكس عفوا فلكشرال بوكلينج حول الاكس وفلكشرال تورشنال بوكلينج حول الواي والزد. مطيني الافكتيف لينكث باتجاه الاكس وباتجاه الواي قايل لي الطول 20. طالب من عندي ان احسب الكومبرسيف سترينث. بما انه دبليو تي مثل ما تكلمت اذا فلكشرال بوكلينج بالإضافة للفلكتشرال تورشنال بوكلينج ممكن أن يحدث. لازم أحسب مقاومة المقطع للنمطين الخاصات بالفشل. أحدد معطيات المسألة كي L للإكس 25 قلالي للواي 20. من المانوال للمقطع المعرف أحسب البروبرتيز. أجي هنا كخطوة أولى أحسب الفلكتشرال بوكلينج حول يا محور عدم التناظر اللي هو الاكس مثل ما تعلمت. هسه رايح صيغه المعادلات كي ال على الار للاكس احسب الاف اي تذكرون معادلات 6 و7 مع الكرايتيريا اعمل مقارنه المتعارف المعادله اللي استخدمها في حساب الاف كريتيكال. وبالتالي الصيغه الظاهره هنا احسب الاف كريتيكال وبعدين احسب البي نومينال 683.3. بعدين ايش احسب؟ احسب الفلكسرال تورشنال بوكلينج سترينث حول يا محور حول محور الواي. طبعا انا بما المحكوم بالمعادله الظاهره هنا تلاحظون المعادله لما تحسب البي نومينال لازم احسب الاف كريتيكال. لما تحسب الاف كريتيكال هنا لازم احسب الاف كريتيكال للواي والاف كريتيكال للزد والاتش. وبالتالي الاتش مرتبطه الR نوت والX نوت والY نوت لازم أحسبها. بينما الF critical للY مثل ما عملت هنا للX بالمعادلات أو بالجداول راح أحسبها.
بالاعتماد على سلندرنس ريشيو. حسبت سلندرنس للواد، احسب الاف اي، اعمل مقارنة مع الكرايتيريا، قيمة السلندرنس اصغر اذا استخدم يا معادلة ظاهرة بالشكل هنا، ذكر المعادلات، طريقة المعادلات. انتهيت من الاف كريتيكال، بعدين لازم احسب الار نوت والاتش، لازم قبل هنا احسب الاكس نوت والواي نوت، راح احسبهن. الواي نوت من الصيغة الظاهرة هنا، والواي سلاش معروفة، الاكس نوت تساوي صفر، والسبب ظاهر بانه شير سنتر موجود located at the intersection of center line، وبالتالي قيمته صفر هنا، يعني راح يطابق بعد الحافة مع السنتر. حسبت ال y نوت من المعادلة الظاهرة، ال r نوت حسبتها، ال h راح أحسبها أيضا من الصيغة الظاهرة، ال f critical لل z راح تعتمد على ال r نوت، ال g في ال j على ال area cross r نوت square حسبتها f critical، وبالتالي قيم ال f critical صارت معروفة بالنسبة لي، f critical z معروفة، ال h معروفة. أحسب ال f critical، مرة ما حسبت الاف كريتيكال احسب البي نومينال، اضربها في الاريا في الفاي، طلعت ايش قد 732، بينما الفلكشرال باكنج قد 683.3. اذا ياهو الحاكم بالفيلر الفلكشرال باكلينج اللي هو الاقل، هيكون هو الحاكم. نهاية المحاضرة.